قال عود منو؟ قال عازف عود عراقي. قالوا لا مستحيل هذا اصوله يمنيه. وختامها مسك كما يقولون هو الموسيقار العراقي الكبير الاستاذ صادق جعفر. يعني حرصت ان كل قطعه تكون من مقام مختلف، من طبقه موسيقيه معينه مختلفه. ما هي قصه مقطوعه اشتاق اليك؟ ضي القمر الليله 12 منتصف الليل بتوقيت بغداد على MBC العراق. عيد سعيد.